والآن مشاهدينا نفتح مع حضراتكم نافذة اقتصادية. سارة نجيب والتفاصيل. سارة، شكراً محمد ونهى. ومشاهدينا، هذه وقفتنا الاقتصادية للتاسعة، أهلا بكم. أعلن البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الدولية لديه سجل زيادة بلغت 104 ملايين دولار بنهاية إبريل الماضي. وأضاف البنك المركزي أن صافي الاحتياطيات الدولية سجل بنهاية إبريل الماضي 34 مليار و551 مليون دولار أمريكي، مقابل 34 مليار و447 مليون دولار في نهاية مارس السابق عليه. كما حقق حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للدخل بلغ نحو مليارين و800 مليون دولار، لتسفر التطورات السابقة خلال الفترة يوليو ديسمبر 2022 عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ 599 مليون و100 ألف دولار. زار وفد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اتحاد الصناعات، وذلك في إطار بروتوكول تعاون بين التنسيقية ووزارة التجارة والصناعة. وبحث أعضاء التنسيقية مع رئيس اتحاد الصناعات وعدد من قيادات الاتحاد العديد من الموضوعات والمشكلات التي تخص الصناعات وجهود الاتحاد لحلها. كما بحث اللقاء آلية تطبيق القوانين التي تم تشريعها وتهدف إلى الاهتمام بملف الصناعة. في أسواق البترول العالمية، واصلت أسعار النفط تراجعها بعد هبوطها بنحو 5% في الجلسة السابقة إلى أدنى مستوى في 5 أسابيع، بينما يترقب المستثمرون المزيد من قرارات رفع أسعار الفائدة هذا الأسبوع. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.2% لتسجل 75 دولارا و19 سنتا للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.2% لتسجل 71 دولارا و53 سنتا. كما تراجعت أسعار المازوت عالميا بنسبة 1.20% لتصل إلى $2.20 للتر. وكذلك انخفضت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 2.80% لتسجل $2.10 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. أكد مكتب الإحصاء التابع للاتحاد الأوروبي يوروستات أن معدل البطالة في منطقة اليورو تراجع إلى 6.5% في مارس، وهو انخفاض يشير إلى مزيد من شح العمالة في السوق. وأضاف مكتب الإحصاء أن عدد العاطلين عن العمل انخفض إلى 11 مليونا و10 ألاف شخص في مارس من 11 مليونا و131 ألف شخص في فبراير. نهاية جولتنا الاقتصادية، والآن عودة إلى نهى ومحمد مرة أخرى. شكرا جزيلا لك سارة.